المعتمد الذي كان معروف بسكره ومجونه وابتعاده اساسا عن مشاعر واحاسيس المجتمع. فالامام علي افضل الصلاه والسلام ذلك الظرف كان ظرفا قاسيا، اعتقد لمن تتبع يجد ان تلك الفتره كانت من الفترات الحساسه الحرجه في عهد الامام. وقد نعرف ذلك الوقت وظرف وصعوبته وقساوته من خلال روايه عن الامام العسكري عليه افضل الصلاه والسلام. ربما مثل هذه الروايه التي تبين نعم قساوة الوضع آنذاك لا تجدها عن أي إمام من الأئمة. أتباع أهل البيت نعم في تلك المرحلة مرحلة الإمام قاسوا وعانوا وقتل من قتل منهم وسجن من سجن. من بعد رحيل رسول الله عاش أتباع أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام في أوضاع حرجة، هذا ما في شك، ولكن تمعن في هذه الرواية التي عن الإمام العسكري عليه السلام، هذه نستوحي منها صعوبة الظرف، حيث قال عليه السلام يخاطب أصحابه قال: إذا رأيتموني فلا يسلم علي أحد منكم ولا يوم علي أحد منكم. ليش؟ قال: فإني أخاف عليكم الهلاك. عجيب، بس بيسلم على الإمام يرفع إيده، قال لا لا أحد يسلم، مخابرات في كل مكان، جواسيس في كل مكان، مجرد رفع اليد سوف تتهم. اي مجتمع هذا؟ والامام ما قاعد يجامل، على السلام سوف تقطع اليد. مجرد ان تومئ الي براسك، الامام مستخدم، واحد من هالجهه واحد في جهه اخرى يكون حط ايده على صدره يومئ براسه، يقول الامام حتى هذه ما ابيها، يعني اذا شفتني كانك ما تعرفني. يا المعنى يعني اي وضع خطير، اي وضع قاسم، اي وضع يؤاخذ الناس على التحيه والسلام. هذا وضع خطير يوصفه الينا الامام عليه افضل الصلاه والسلام. لمثل هذا الوضع الامام عليه افضل الصلاه والسلام عاش فيه وتأقلم معه وحاول أن يوصل رسالته نعم بطرق متعددة. والإمام بشيء موجز، الإمام عليه السلام طبعا ليس هو أكبر أولاد الإمام الهادي، الإمام الهادي عنده أربعة أولاد كما تعلمون، له السيد محمد والإمام العسكري والسيد حسين وكذلك جعفر، هؤلاء أربعة إضافة إلى نعم حكيمة، هؤلاء نعم أربعة من طبعا حكيمة أخت الإمام عفوا أخت الإمام الهادي، هؤلاء أربعة أولاد عند الإمام العسكري الهادي عليه أفضل الصلاة والسلام. العلاقة بين الإمام العسكري وبين أخوانه نعم كانت علاقة وطيدة، يعني السيد محمد معروف الذي طبعا كان عمره 6 سنين وما استدعى الإمام الهادي، ما أخذه وياه، بس لما شوي كبر ترعرع صار عمره تقريبا في العاشرة نعم أو أكبر بقليل، جلبه جاء إلى سامراء وجلس مدة وأراد أن يرجعه الإمام إلى المدينة لأن الإمام يحتاج لشخصيات في المدينة. فلما نعم أراد إرجاعه وهو راجع
اللي مدفون فيها الان السيد محمد اسمها بلد، دفن هناك. في مرة واحدة هذا السيد الجليل التقي الورق أصابه مرض أو لا بحياته، إلى درجة أن بعض المؤرخين قال ليس مسألة مرض، وإنما السيد محمد مات مسموما، خرج معافى ما في شيء. وصل إلى هذه المنطقة تردت حالته نعم، ثم لم يستطع أساسا أن يتحرك من تلك البلد. هذا السيد سيد محمد معروف إلى الآن بجلالته بكراماته، نعم، وكان في حياته يشار إليه بالبناء. الناس كانت تعتقد، مو كل الناس، سيما نعم أبناء العامة بن العباس، حتى بعض الشيعة يشوفون نعم السيد محمد صاحب جلالة وتقوى وعلم، وهو أكبر من الإمام العسكري الإمام الحسن، فكانوا يعتقدون أن الإمام الذي سوف يكون بعد الإمام الهادي هو من؟ هو سيد محمد. ولذلك بعد رحيله كان الإمام العسكري يحب أخاه. بعد رحيل الإمام الهادي التفت إلى ابنه الحسن فقال: بني، لقد أحدث الله فيك أمرا بموت أخيك. شلون أحدث فيك أمرا؟ بعض المقالات التي كتبوها البعيدين طبعا عن حقل أهل البيت، نعم، ومفهوم أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، شنو قالوا؟ قالوا أن هنا الإرادة الإلهية تبدلت. شلون؟ يعني تماما افرض واحد، احنا عندنا في الروايات واحد بيعيش 50 سنة، لكن بشرط انه نعم يتصدق في كل اسبوع مرة مثلا، والا اذا ما يتصدق هذا بصير عمره 45. زين، هنا الان عمره 45 بصير له 50 تحت الشرط. فإذا نعم سوى ودفع الصدقة قد يقوليه الله يعلم في علم الله. هذا بحث عنهم، بحث لطيف. ألم تسمعوا أن الصدقة تدفع البلاء؟ خب في علم الله والله يعلم هذا ما تشكل سوف يعيش، بس بالنسبة إلينا. فهؤلاء شنو قالوا؟ قالوا لو أن محمد كان حيا حتى مات الإمام الهادي لكان هو شنو؟ هو الإمام. لكن بما أنه مات، فلما مات تبدلت الإمامة من محمد، انتقلت إلى من؟ إلى العسكري. هذا كلام غير صحيح، لأن الإمامة عندنا نحن إمامة إلهية، الله عز وجل نعم قد وضع الإمامة في شخصيات، مو أنه في هذا وإلى هذا مات بتنتقل، لا، ما موجود هذا الشيء. إذا شنو مراد الإمام؟ أحدث الله فيك أمرا. هذا اللي جعل بعضهم يستدل أحدث يعني الإمامة، لا مو الشكل. وإن الشيء الذي أحدثه الله في الإمام العسكري هو تبدل رأي الناس. ليش؟ لأن ترى قلنا أن الناس كانت تتصور أن الإمام من هو؟ الإمام محمد، سيد محمد. فلما مات صار في الإمام العسكري. نعم، الله من خلال موت محمد السيد محمد، الله عز وجل بدل ماذا؟ رأي الناس، تبدل قناعة الناس، فنعم اقتنعوا أن الإمام هو من؟ هو الإمام العسكري. هذا الذي نعم يتوجه في رواية الإمام. طيب، عند علاقة وطيدة ويا الأخ الأصغر الذي هو حسين، حتى أن بعض الروايات تسميهما الصبطين. حسين هذا مؤمن تقي ورع. كذلك جعفر، جعفر اشتهر بجعفر شنو؟ الكذاب. ليش جعفر الكذاب؟ لأنه ادعى كذبا الإمامة من بعد أخيه الإمام الحسن العسكري.
قد تقول زين خب قبل هذا الدعاء بعدين، بس قبل شلون؟ لا معروف بشرب الخمر يعني. ليست نعم افتراء، افتراء على جعفر، لا، حتى الكثير من علماء الشيعة والمؤرخين يبينون ان جعفر كان شارب الخمر، يشرب الخمر، وكان قريب من البلاغ، قريب من الحكم العباسي، ولذلك جعفر اتخذه المعتمد العباسي في فترة معينة جاسوسا على اخيه، على الامام الحسن العسكري عليه السلام. ولذلك ينقل بعض المؤرخين ان الامام عليه افضل الصلاة والسلام سجن، لما سجن سجنوا ويا منه جعفر، سجنوه. زين سجنوه ليش؟ مو سجنوه لانه معارض للحكم، ولا لانه مثلا له موقف سياسي، ولا لانه عنده مواقف نعم تساند اخيه الامام العسكري، وانما سجنوه من اجل ان يوصل اخبار من الامام الحسن العسكري الى المعتمد البغدادي، الى هذه الدرجه. عموما فهكذا كان الامام عليه افضل الصلاه والسلام. الامام في ظل تلك الظروف الصعبة، تلك الظروف القاسية السياسية من جهة التي لا أحب أن أدخل فيها أيضا لأنها سياسية بما للكلمة من معنى، أضلت نعم بظلالها أو رمت بظلالها على الظروف الاجتماعية، ظروف سياسية أنا أقصد الأتراك، أي بعد نتركها بعد ما لنا شغل فيه، جلب الأتراك وشلون كانوا الأتراك يتصرفون، كانوا يضربون أهل بغداد أيام المتوكل نعم، ومن قبل كذلك يضربونهم، يعتدون عليهم، يهدمون بيوتهم، يسرقون أموال الناس نعم. دول الأتراك هكذا فعلوا لأنهم جايين من برا، مو بلدهم في بغداد، جايين من برا، جايين من بني العباس من أجل حمايتهم، فدول حتى يمكنون وجودهم فصاروا بهذه الطريقة يضربون، يشتمون، يهجمون على البيوت، يعتدون على النساء، من أجل شنو؟ فرض سيطرتهم، من أجل فرض السيطرة. ضج الناس منهم، انتقل بعدين، وهذا من أسباب الانتقال لأن كانت الخلافة في وين؟ في بغداد. ناس كثير يسألون أيام هارون الرشيد، ها اللا رشيد في الواقع، كانت في بغداد. زين شنو اللي نقلها من بغداد الى وين؟ الى سامراء. من ضمن الاسباب فعل الاتراك باهل بغداد. لولا الاتراك اجانب مرتزقه جايبينهم يسترزقون، ها على شنو؟ على عاتق الناس. الناس ضجت فانتقلوا من وين؟ من بغداد الى وين؟ الى سامراء. ولذلك انتم تلاحظون من الحديث سامراء تعتبر اقليه شيعيه معروفه. عموما هذا بعد، لكن هذه القضايا السياسيه ارمت بظلالها او رمت بظلالها على القضايا الاجتماعيه. شلون؟ الناس كانت في عوزاز، كانت نعم في فقر، كانت جماعه معينه مترفه عندها الاموال، عندها الجاه، عندها نعم القصور، وجماعه اخرى ضعيفه الحال. وبالتالي الامام هنا من وظائف الامام هو رعايه المجتمع انذاك، رعايته روحيا علميا، هذا هم كل يحتاج الى شنو؟ ملاحظات. بس من ضمن الامور والاثارات اللطيفه انه هل الامام كون الامام هو الراعي، هل كان نعم يرعى المجتمع اقتصاديا؟ اقول لك نعم، يرعى المجتمع اقتصاديا، يحافظ على القضية الاقتصادية، يعني الأخماس، الهدايا، الأموال التي تصل إلى الإمام، نعم كان ماذا؟ كان يراعي فيها المجتمع، يراعي فيها المجتمع، هذا شيء طبيعي، وأرقام موجودة في ذلك، كانت توصل أموال من قم، كانت أموال توصل نعم من العراق، من الحجاز. البعض ادعى ان الامام لا تصل اليه الاموال، ليش؟ قالوا لان الامام عليه افضل الصلاه والسلام في سامراء شبه محصور عليه حصار،
شان الراء المنطقة ليست تلك المنطقة الكبيرة، نعم، فكان محصورا بأبي وأمي. والدليل الآخر أنه لما استدعي مرة من المرات المعتمد العباسي سأله قال لي يا ابن رسول الله أو عليك دين؟ قال نعم، 4000 دينار. 4000 دينار الإمام مديون، لو كان عنده أموال كان ما صار مديون ب4000 دينار. وما يمكن الإمام أن يتكلم من غير قضية حقيقية، يعني فعلا الإمام قد يكون شنو؟ مديون ب4000 دينار. زين، يعني معناته أن الإمام فعلا ما كان عنده، لا تتوهم، قد يكون فعلا ذاك الوقت الإمام ما عنده. الآن ما بقى أقول أنه ممنوع من الدوري يستخدم الإمام، لا، خلينا نقول هي قضية حقيقية. الإمام فعلا قد يكون مديون، لكن مو مديون من أجل أن يأكل، لا، ولا مديون من أجل أن يصرف على نفسه. الإمام عليه السلام نعم عنده أيتام، عنده فقراء، عنده بيوتات محتاجة. فقد بعض الأحيان أنا تحليلي أشبه إلى قضية الرواية، مو أن الإمام ما جاء أموال، قد بعض الأحيان تتأخر الأموال لا تصل، ناس مثلا يعطلون الأموال بطريقة أخرى. فعلا الإمام أراد أن يسد رمق، نعم، مجتمعات فقراء. يجي له التاجر يقول له يا فلان أعطني مبلغ من المال، الإمام له الولاية، هذا مهم لا ننسى، له الولاية نعم على الناس حتى في أموالهم. غدا الإمام الحج عجل الله تعالى فرجه الشريف إذا خرج له الولاية على أنفس الناس وعلى أموال الناس. متى نعم ما قال الإمام لأحد أعطني من مالك ما يقول له، له الولاية المطلقة في ذلك. الإمام يقول له نعم أعطني أموال أنا أرجعها لك بعدين، يعطيها الفقير، يعطيها الأيتام، يعطيها المحتاجين. زين، بعدين إذا وصلت أموال يشيل الأموال يرجعها. ففعلا قد يكون مديون الإمام عليه السلام، مو أن ما توصلت. البعض استدل قال أن الإمام ما توصل إلى أموال من خلال شنو؟ القضية الواضحة الذي هذا طبعا مو بس في الإمام العسكري. الإمام العسكري ومن قبل الإمام الهادي عليه السلام بالذات هذين الإمامين. لاحظ يهجمون على البيت ما يشوفون الأموال. وين راح؟ هل فعلا الإمام ما عنده أموال؟ أؤكد لك أقول لك أن الإمام لديه أموال، لكن الأموال إما أن الإمام يصرفها بسرعة ما كان يبقيها في البيت، مجرد توصل الأموال يعطيها الناس، يعطيها الفقراء، يعطيها المحتاجين، يوديها إلى فلان إلى علام. أو أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام قد تكون أموال موجودة في البيت ولكن بدعاء من الإمام يعمي قلوبه. يصير له ما يصير؟ يقدر الإمام، له قدرة على ذلك. هذا مهم جدا، ما أعرف ليش هذه الأمور تخفى نعم على البعض بحيث أنه يعتقد من خلال نعم أنه يهجمون على الإمام ما يشوفون أموال. قال لا، الإمام ما عنده أموال، لأنه مو مرة ولا مرتين، عشرات المرات يهجمون على بيت الإمام ولا مرة واحدة شافوا الإمام عنده أموال. فالبعض يصير في موقع استغراب يقول عجيب، هل قد الإمام خلال هذه الفترة ما مرة ولا مرة واحدة شافوا عنده أموال؟ مرة ومرتين أربع عشر على الأقل مرة واحدة. فخلال هذه الممارسات لما لم يروا الأموال قالوا بأن الإمام لا تصل إليه الأموال، لأنه لو وصلت نعم لاكتشفوها، ليس بالضرورة أن يكتشفوها. عموما الإمام كان هكذا الفقراء، ولذلك الإمام عاش الزهد، الزهد بالمعنى الحقيقي، لأن الزهد معنى يعني الزهد مرة متحقق في نبي الله يوسف. هذه درجة نظرك يعني مهم جدا. في نبي الله يوسف زهد، في نبي الله إسماعيل زهد، نعم في شخصيات ملكت الدنيا ولكن الدنيا لم تملكه، ومرة أخرى زهد وهو زهد علي.
زهد أمير المؤمنين بساطت عليه. يختلف أمير المؤمنين يختلف عن من؟ عن نبي الله يوسف. نبي الله يوسف أو نبي الله إسماعيل، ها شنو ملك؟ ملك الدنيا. شوف العام القصور وكذا، هذه حقيقة الروايات اللي إلى أنه نبي الله يوسف صار له الملك. عزيز شنو؟ عزيز مصر. عزيز مصر يعني مكان وكذا وخدم وهذا، لكن في حقيقته شنو زاهد؟ الإمام العسكري عليه السلام عاش زهد علي بن أبي طالب، ولذلك كان حافظ. شوف مهم جدا أن الإنسان حتى إذا ملك ما يصرف، حتى إذا كان عنده ما يصرف، حتى لو كان شيء موجود ها نعم ما يحاول أن يستخدم أسلوب التبذير. واقعا شوفوا هذا ليس من موضوعي، ولكن ملاحظة ينبغي أن تقال. إذا إحنا نطالع القرآن الكريم، القرآن الكريم يجيب آيات لطيفة، يقول إن الله يحب الصابرين، إن الله يحب المطهرين أو المتطهرين، إن الله يحب التوابين، إن الله يحب يحب يحب، كثير من الآيات. لكن في مقابل آخر، إن الله لا يحب الظالمين، إن الله لا يحب المستكبرين، إن الله لا يحب المسرفين، الله لا يحب المسرفين. كنا في حملة في الأربعين ساعات صالح، حتى بالنسبة إلى الحج أنت إنسان أكل محطوط قدامك، ويومية سبحان الله الشباب والليمون أنتم جايين عند الإمام الحسين، اجعلوا الإمام الحسين أن لا أن يحبكم، لا أن يقبلكم نعم من ضيافته ومن رحمته. ما هي صحن حقلة عند دجاج لحم صلى الله عليه وسلم أكل منه شوي ترك الباب. زين ليش؟ شو السبب؟ هذا الإسراف بعينه. إن الله لا يحب المسرفين. خلي الإنسان مرة يشعر في ذاته لأن الله سوف يفرده من رحمته، الله يبعده، وخلي يكون في باله أنه إذا نعم أكل بمقدار ما يريد نعم يشمله الله برحمته. وهذا نعم في كثير في بيوتنا في معادننا ساعات إنسان واقعا. أنا أعتقد المسؤولين في المعادن ما بقول حتى لا نحملهم فقط من المسؤولية، لكن الجميع واقعا لابد أن يكونوا متعاونين في هذا المجال. أنتم الآن أصحاب مهتم بالله عليكم نعم إذا تطبخون أو شيء ألا لهم الكثير من العيوش؟ زين ليش ما نعيد شوي النظر؟ خلنا إحنا نقرأ هذا ما تهم. زين حتى الله يشملنا برحمته، يشملنا بلطفه، يشملنا حتى صاحب هذا الماتم ما يكون يبعدنا من ضيافته. انت لو سألوا بعض آبائنا سابقا نروح ما حصل هذا، اليوم متوفر الحمد لله. أنا أتذكر أول عمرنا 10 سنين في وان السنة عامينا والكل كذي طابوا يبقي لحمة. أول شيء الآن الحمد لله شو متوفر. نسأل الله أن لا يجزيها عنا. نعم اي هذا المهم. انا اقول هكذا يعني انه ينبغي شوي المراعاه، لان هاي قضيه واقعا مؤلمه. انا ما ابغى ادخل الان في فتاوى عن السيد السيستاني في مساله الخمس، هذه لها ارتباط بالخمس في بيوتاتنا. احنا مو دائما نقول فاضل المؤونه يخمس، انا بعد اخاف اطلع عليكم يعني، لكن نعم فاضل المؤونه يخمس. انت يوميا تفتح القلب ايش؟ كله بصير. زين فلته يوم ثاني يوم ثالث، خلال سنه بتكتشف انك انت فالت ما شاء الله خمس جونيات. السيد السيستاني يقول هاي الخمس جونيات هاي الخمس اللي فلتها. عليها خمس هذه. ناس ما يفهمون. ليش؟ قال لان هذا لو انت محتاج له كان ما فلته. لان هذا زايد. زايد فلته. عموما هذا يدخل في مسائل مهمة جدا مرتبطة. الإمام زاهر، الإمام نعم له هيبة، من ضمن الأسباب
اللي جعلت الإمام اللي جعلت المعتمد العباسي لعنة الله عليه أن يسم الإمام هو هيبة الإمام، عظمة الإمام، احترام الناس للإمام وتقديرهم له. ولذلك أقدم على قيام الإمام سلام الله عليه. كم مرة يدخل، لأن أول ما جاء المعتمد فرض على الإمام يقول لا أنا أفرض عليك فرضا أن تأتيني في كل اثنين وخميس. كل اثنين وخميس لازم يكون فرض، إذا ما جاء فرض عمرك اضطر الإمام كل اثنين وخميس يجي. حتى أنه بعض الأحيان لو أراد الإمام أن يعتذر ما يقبل اعتذاره، يقول له تعال لو تجي دقيقة واحدة وترتب تطلع مو مشكلة، بس يكون تجي. ليش؟ حتى يدخل الشرعية، يعني اليوم الحكام جديد وأنا المعمم وأنا كذا وأنا رجل الدين، ها؟ إي لأنه يقول لا زين هذا، لو مو زين كان ما راح عندك المعممين والعلماء وما شنو. ولذلك كان يفرض على الإمام، لكن الإمام مجرد أن يدخل هو المعتمد يضطر، وغيره من الحجم والوزراء يضطرون بالوقوف إلى الإمام سلام الله عليه احتراما وتقديرا، هذا يغيظ المعتمد. ولذلك أقدم على سم الإمام بأبي وأمي. فالتفت نعم إلى أحد شرطته وأعوانه وأزلامه أن نعم ضع هذا السم في طعام وقدمه إلى الحسن بن علي. أجركم الله فوضع السم قد تعلى في أكل وقدمه إلى الإمام. وإذا بالإمام لما أكل ذلك الطعام أحس من بداخله يقطعه بالسكاكين من غرة ربيعها. غرة ربيع سقوا الإمام السم 8 أيام بأبي وأمي، أخذ يعاني شدة حرارة السم. وإذا بالسم وصل إلى أشبه الناس
الإمام تبناه تأملها. أنا أبوك وأنت ولدي وأنا الذي ولدتك وأنت حجة الله وأنت بقية الله وأنت سوف تبعى آيات لتملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت ظلما وجورا إلى أن أعطاه مواريث النبي النبوة أوصاه بوصايا يصلي عليه يكفنه. أجركم الله فلما حانت الوفاة من الإمام حل ذلك عرق جميلا وسكن أنينا ومد يديه ورجليه وقرأ شيئا من الكتاب وأغمض عينه ثم فاضت روحه المقدسة. استعد نعم وغريبا رحم الله من نادى واهبا ضج نعم الإمام الحجة بكى بكاء عاليا وصل الخبر إلى نساء مرة وضجت النايا استدراك ضبدشة والطريق ودار العلوم شلون وحشة والله بجوع الباب لما طلع نعشة صاحبة العزاء فاطمة الزهراء. نعم كأني بها في قبرها، هذه حقيقة ليست مبالغة، وهي في قبرها كأني بها حنايات وحنايات وبكايات ونا اليوم يا زهراء بسامرة فجيعة مات الإمام العسكري مفزع الشيعة أويلي وبحر الكرم العلم عز الشعب.
مدت حياته ما اهتنى بشرب ولا زاد، وبس بالسجون معذبينه قوم لو غاد من سجل الآخر يا زهرة يا خدوم. أولي معز الزهرة الله يعظم لك أجر يا ست النساوي في العسكري ابنك ما تغمض العين. احنا يا زهرة بالمدامع نهمل العين وانت عليهم ناصبة قبرك عزيز. هالموقف واسألكم الدعاء ضد سامر في أهلها رواية أقول الراوي نعم أخذت سامر تموت كما تموت السفينة في لجج البحار. نعم لم يبقى أموال ولا مخالف إلا وخرج لتشييع الإمام. هذا يرتم على الصدر ينادي وسيدا، وذاك على رأسه ينادي وإماما. أحدهم نعم يخاطب سامر يقول له الإمام العسكري مات فيك مثل هذا اليوم، ها لكن عندي سؤال إليك يا سامر، لكن هذا السؤال اللي ربطك فيه وين بعاشوراء؟ شنو السؤال؟ يقول له هي رواية عندنا أن الإمام العسكري التفت نعم إلى عقيل الخادم قال له يا عقيل اسقني شربة من الماء. يعني الإمام شرب ماء قبل نعم ارتفاع روحه، لذلك هذا الشاعر رسالة يقول ما سامر الماء عندك ما عطشا بعد. نعم لم يكن هذا إلا لأبي عبد الله، نعم ما سروا حليما قتلوا أطفاله داسوا صدره بحوافر الخيل. وليس هناك إلا العقيل زينب وهي تريد الخروج بالصفة الإمام. شنو التوصيف؟ مسلوب العمامة والرداء مقطع الأعضاء. بيتين وأسألك الدعاء رحمة الله على الشيخ الوائلي نعم من أروع أبياتها. شنو خاطب يقول لأخوي أخوي إن كان تريدني أنسى، يعني ما أنسى قلبك وأحداثك وأمورك وشخصك في قلبي يا أبو عبد الله. خوي إن كان تريدني
إلهي بأحب الخلق إليك أرنا ذلاً عاجلاً في أعدائنا. إلهي بأحب الخلق إليك غير سوء حالنا بحسن حالك. إلهي بأحب الخلق إليك انتقم لنا ممن ظلمنا. إلهي فرج عن جميع إخواننا المسجونين فرجاً عاجلاً قريباً غير آجل يا كريم. إلهي شافي مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، لا سيما جرح الانتفاضة المباركة. إلهي شافيهم بشفائك، داويهم بدوائك، خلصهم من بلائك يا كريم. أخواني الحاضرين، آبائي، أخواتي، من أوصاني بالدعاء، إلهي يسر أمورهم، اقض حوائجهم، وفقهم لما يرضيك، جنبهم معاصيك. إلهي لا تخرجنا من هذا المكان الشريف إلا وقد غفرت لنا واستجبت دعاءنا ويسرت أمورنا وقضيت لنا حوائجنا. إنك على كل شيء قدير. المؤسسون لهذا المعتم الشريف وهذا الاستماع، إلهي تقبل أعماله وأعمال جميع المؤمنين والمؤمنات إلى أمواتنا وموت الحاضرين ومات على الإيمان. نهدي جميعا ثواب سورة الفاتحة تسبقها الصلوات.